مسي عليكم بالخير اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، وكل عام وانتم بخير. اليوم حلقه استثنائيه مع البطل والمخرج السينمائي، البطل السابق بلعبه الملاكمه، المخرج رمضان خسرو. طبعا نكمل الحلقات اللي احنا خذيناها عن الملاكمه والامور هذه، واعطيتنا طبعا حلقه كامله نتكلم فيها عن امور الحديد اللي وشلون تستخدمون الحديد بلعبه الملاكمه. اليوم شنو حاب تشرح لنا؟ اليوم نبي شوي نتحرك مع لاعبنا البطل حسام غازي. ونعم والله، ونبين شلون نشكر حضوره ونشكر حضورك. الله يخليك، اكيد نشكر حضور الكابتن، ومثل ما قلت لك نبين شلون العضلات بعد ما دربناها وجهزناها وخليناها تصير قويه حتى في لعبة كمال أجسام أو في تمارين الحديد، شلون إحنا راح نستفيد منها الحين في التطبيق. فراح نبتدي مع الكابتن نشوف الجارد. أول شيء طبعاً مثل ما شرحت أنا في البداية، من الأجزاء الأساسية عند الملاكم هي منطقة الريل، وإحنا نهتم أن نتمرن فيها، لأن الوقفة دائماً ما راح يوقف الملاكم بشكل مستقيم وثابت مكانه، لأن هذا راح يعرضه إلى الضرب. فدائما تلاقي الملاكم في حركه، نشوف حركه، شوف في حركه مستمره عند الملاكم. هذه الحركه تفيد في انه هو في اي وقت ممكن ياخذ خطوه يمين، ياخذ خطوه يسار، يرجع، يعني اي لكمه ممكن تجي له يتحرك عليها. لما بيجدم ممكن يجدم بسرعه، لما بيرجع ممكن يرجع بسرعه، فتلاقيه دائما في هذه الاهتزازه بحيث انه يتحرك بسرعه. هذا بالنسبه لحركه الريل. عشان يقدر الملاكم يوقف في الحلبه 3 دقائق بالطريقه هذه، يحتاج الى عضلات ريل قويه متمرنه على اوزان ومتمرنه على تكرار وفيها اكسجين عالي مثل ما تكلمنا في الحلقات السابقه. هذا بالنسبه للريل. نصعد في منطقه الايد اللي هي في اللكمات، ايضا نفس الشيء. اللكمه عند الملاكم في البدايه محتاجه كتف قوي لان الضربه تطلع من الكتف، انزين، ومحتاجه ريل قويه لان في ارتكاز على الريل راح يصير وياها، والدفع راح يصير من الريل. على سبيل المثال اذا نشوف الضربات الاساسيه اللي تكلمنا عنهم اللي هم 3 ضربات، اول واحده فيهم هي المستقيمه، انزين، وثبتها حسام. هاي الضربه المستقيمه اليسار. حلو. الضربه الثانيه المستقيمه اليمين، نرجع ونثبت. شوف في منطقه الريل هني الجسم هذا كله اخذ كيرف واخذ لفه. ليش اخذ لفه؟ لان ضرب الملاكم ما يعتمد على الايد، يعتمد على قوه عضله الجسم كله. لذلك اذا تذكر تكلمنا ان الملاكم يحتاج انه يتمرن تمارين التكرار الشامله بحيث ان تكون عضلات جسمه كلها جاهزه، لان في الضربه الواحده هو يحرك كل عضلات جسمه، عضله الخصر والبيطان والريل، الفخذ، البطه، حتى لفه الجسم، هذه كلها هي اللي تعطي الدفع للضربه. ولكن الضربه اذا جت بروحها، خلينا نشوف ضربه يمين حسام من غير اي حركه، بس مجرد ايده اقوى من غير حركه ريل. شوف هذه اخر الضربه، ما فيها قوه، ما فيها قوه، لكن نشوف الضربه الصحيحه، حركه الجسم، العضل كله خلاص ينصب على الضربه. راح نشوف الضربتين الاساسيه اللي هما الضربه اليسار واليمين مع الكيرف ومع الحركه. نتحرك وراح ابتدي شوي شوي ادخل لك الضربات اللي تكلمنا عنها الثلاثه، اللي هو عندنا المستقيمه وعندنا الابر وعندنا الهوك. حلو. يسار 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 يمين يسار يمين يسار يمين ابر. هذه الضربه الثالثه، دخلنا الابر. ملاحظ حركته بعد تاخذ الجسم كامل بالضبط في حركه. في ليش انا قلت لك في اللقاء الملاكمه دانس؟ شوف حركه الملاكم في دانس، في ايقاع 1 2 1 2 1 2. مستحيل انه يفلت الايقاع عنده، اذا فلت الايقاع عنده راح يصير في شيء غلط، راح يصير صيت سهل للملاكم اللي قدامه. فهذا الايقاع موجود وين؟ في الموسيقى، وموجود في السينما، وموجود في الكادر مثل ما تكلمنا من قبل. نشوف ممكن اللكمه الرابعه اللي ممكن ندخلها واللي تكلمنا عنها، اللي هي لكمه الهوك. يسار يمين ابر هوك. هذه
الثلاث لكمات عند الملاكم اللي تكلمنا فيهم اللي هي الضربة المستقيمة والهوك والأبر. بالإضافة إلى أن الملاكم قلنا يحمي نفسه دائما من الضربات، فعندنا حركات دفاعية أو موف دفاعي يحمي في نفسه الملاكم. لذلك هو ما يحمي نفسه بس بإيده، يحمي نفسه بجسمه كله. على سبيل المثال أنا اليوم خلنا خسر لي وراي، لما أي أخذ ضربة مستقيمة شوف حمى نفسه في الخصر اللي وراه، رجع نفسه على طول. هذه شوف حتى خطوه ريله كم عضله محتاج يحرك فيها. هذه العضلات كلها محتاجه بالضبط. تمرين ومحتاجه تقويه. ممكن يتعرض الملاكم الى ضربه هوك فيحمي نفسه في الغطس. هذه الغطسه ايضا تحتاج عضلات الفخذ تكون قويه على اساس يقدر يغطس في اي وقت. ممكن ساعات ياخذ حمايه في سكيف جانبي مثلا بالطريقه هذه او بالطريقه هذه. فهذا احنا هنا شفنا مثلا يسار يمين ابر هوك بالطريقه هذه الملاكم هجم وحمى نفسه دافع عن نفسه ورجع هجم مره ثانيه. نشوفه مره ثانيه بهذه الطريقه تشوف الملاكم في حركه مستمره بعد حتى بعد ضربته الاخيره. يسار يمين ابر هوك يغطس هوك. ممكن يصير في دخول للملاكم. راح نغير كادرات المخرج هني يحمي نفس الملاكم يطلع من وراء. شوفها مره ثانيه يسار يمين ابر هوك غطس هوك. بعد الهوك راح نهجم يسار يمين ابر هوك غطسنا هوك وصار في هجوم هني الملاكم خلاص يحمي نفسه. ففي حركه دائما مستمره للملاكم بحيث انه هو يحمي نفسه. فهذه اغلب المعلومات اللي انت ذكرتها عن الملاكمه. نعم. وعن طريقه شلون السويتش يكون ومتى يطلع البوكس وانواع البوكس اللي ذكرتها بالضبط. يعطيك العافيه مخرجنا مشكور ما قصرت. ويعطيك العافيه لاعبنا البطل. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مع المخرج رمضان خسروه. خلوكم معنا حلقات جديدة.